السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله نشارك معكم الطريقه السهله ودغيا كنقيو بها الحمص. هذا الحمص هذا ملي كيكون في الزك يعني كتجينا صعيبه اننا نبقاو نقيو كل حبه بوحدها، لهذا غنشارك معكم هذه الطريقه هذه اللي كندير سهله، وغنشارك جوج طرق. المهم نتمنى يعجبوكم، وإلا عجبوكم ما تنساوش لايك الفيديو، وإلا كنتو أول مرة تزوروا القناة اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش يصلكم كل جديد. ندوزو نشوفو هاد الطرق. هادو هنا كنحتاج منديل، منديل كيكون شوية حرش ما يكونش رطب. كندير وسط منو الحمص، واحد الكمية ديال الحمص، وكندير هاكا كنحاول نسدو من الجناب باش ما يتحليش ويخرج الحمص غير شوية من الجناب ماشي بزاف. اول طريقه بالمدلك كنبقى ندير هكا، كنحاول نضغط غير شويه ماشي بزاف باش ما نفرتتش ما نهرش الحبات الحمص. كنضغط غير شويه وكنكمل هكا. نتوما راه يمكن بداكي ها شتيو كي كيبدا يتنقى هكا بسهوله. صافي كنعزل الحبات وكنحيد هاد القشره هادي. بسهوله كيتنقى كيف كتشوفوا هانتوما بزاف الحبات اللي راهم تنقاو. انا نعزل الحبات اللي تنقاو لي واللي ما تنقاوش غنخليهم ونزيد عليهم واحد اخرين. صافي من بعد ما حيدت ديك الكميه ديال الحمص اللي نقيت وحيدت القشور حتىش كتنقى تقريبا هذاك اللي كنت حطيت راكم شفتيو تنقى زايد. هنا عاوتاني غنولي ندير كميه واحده اخرى وبنفس الطريقه، غير كنبقى نفرك شويه، غير كنضغط ونفرك شويه بهذه الطريقه هذه هكا بهذه الطريقه حتى كنكملوا. غير هذه الطريقه هذه شويه كتاخذ واحد الوقت شويه اكثر من الطريقه الثانيه اللي غنشارك معكم ان شاء الله. وهي حتى هي كتنفع زعما بالنسبه للناس اللي يرتاحوا فيها يديروها. كتاخذ واحد شويه ديال المجهود كيف قلت لكم، وكتاخذ شويه ديال الوقت. عاد كتنقيو الحمص كله، ولكن ما كتاخذش ديك الوقت اللي اللي كياخذوا الطريقه اللي كنقيو بها العاديه ديال اننا نقيو كل حبه. كيف كتشوفوا راني غير هكا بشويه بشويه حتى نكمل. نشوف دابا ها نتوما كيف كتشوفوا في هذا الوقت هذا نقاو لي هاد الحبات هادو. كاينه طريقه انكم كما درت انا في الاول هكا كنحيد القشور بوحدو، ممكن نهز الحبه بوحدها، ولا طريقه سهله هي انكم كتاخذوا واحد الصفايه ولا الغربال اللي عندكم، وغندير فيه هذه الكميه ديال الحمص. وغندير بحال كتغربلوا كيف كتشوفوا ديك القشور كيطلعوا الفوق. صافي وكنعزلهم. حتى الا كانت شي قشره بحال هذه اللي باقي فيها الحبه كنحيد الحبه وكنهز غير القشور، والحبات الاخرين اللي باقين غنكملهم. نكمل هذه الكميه هذه بهذه الطريقه هذه. وكيف كتشوفوا يعني فوق قليل نقينا واحد الكميه ديال الحمص. وصراحه هذه الطريقه هذه سهله وكتنفع يعني في وقت كاع العام تقريبا كنديرها. يعني فوق ما كنبغي نصاوب الحمص كنديرها. ويمكن لكم تصاوبوا هذه الطريقه وتحتفظوا بالحمص في المجمد. يعني بالنسبه للوصفات اللي نتوما عارفين كتحتاجوا فيهم حمص منقي. صافي المهم نكملها ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم الطريقه الثانيه. وكيف قلت لكم الطريقه ديال الاحتفاظ به هي انكم كتاخذوا هذا هاد الحمص اللي منقي وكديروه في بلاستيكات وعادي كديروه في المجمد نهار كتبغيوه كتخرجوه. ومن نكمل انا هنا نحيد القشور ونكمل هاد الكميه هادي بنفس الطريقه ديال المدلك باش نتلاقى معكم في الطريقه الثانيه ان شاء الله.
صافي انا ساليت الكميه الاولى اللي كنت حطيت. دابا بالنسبه لهاد الطريقه الثانيه نشاركها معكم. عطيني نفس يعني كتصوبها في المنديل كنقطي عليها، هادي كتنقي كثر من الاخرى، يعني بهذه الطريقه هادي كتنقيو كميه كثيره على الطريقه الاخرى وفي واحد الوقت اللي هو قليل. كناخذ القراده، كنديرها كنبقى ندير هكا، كنضغط غير شويه ماشي ضغطو بزاف عاوتاني حتى تقوم مهرتين كاع الحبات ديال الحمص. كنضغط غير شويه هكا بهذه الطريقه دابا. شوف ها نتوما كي كتشوف، شفتي شحال تنقى؟ يعني غير فهاد الوقت هذا راه تنقى بزاف. عاوتاني غندير نفس الطريقه في الاول، غناخد ديك الغربال وغنصفي بالحق. انا ماشي دابا غنصفي، نحاول نزيد نقي هاد الكميه اللي بقات لي باش نصفي تقريبا كلشي في دقه ومن غنكملها. غجربوا هاد الطريقه هادي غتعجبكم وسهله الصراحه، سهله سهله كيف كتشوفوا، ما كتكلفكم حتى شي حاجه وكتنقص عليكم الوقت كثر. انا هنا غير زيت القشور اللي بانوا لي وغنكمل، يعني هاد الحبات هادو اللي منقيين ما غنحيدهمش، شي مشكل واخا يبقاو راه ما كنضغطش انا بزاف باش غيدقدقوا ولا شي حاجه. الا ضغطيو بزاف راه هادو اللي ما منقيينش غيتهرسوا لكم، ما خصكمش تضغطوا هكا بزاف، لا غير شويه شويه و كيقولوا بالمهل كيتنكلبوا دنجال. نكمل هكا الحمص هذا كيمكن لكم تحتفظوا به في المجمد واحد المده اللي هي طويله. هاو شوف يعني واحد الوقت اللي هو قليل 4 دقائق ما كاملاش كتكونوا نقيتوا هذه الكميه هذه اللي هي كثيره. وما انا غنقيه دابا شتي ورا بزاف اللي تنقاو لي، يعني بقاو شي حبات قلال اللي ما تنقاش وهما كندير لهم هكا كيتنقاو بسهوله. ها انتو يعني بحال كيبدا فيهم التنقيه. المهم انا دابا غنحيد هاد القشور هادو ونتلاقى معكم ان شاء الله. نسيت ما قلت لكمش، يمكن لكم بالنسبه الا بغيتيو تحيدوا هاد القشور هادو اللي هكا دغيا، الا كنتو كتعرفوا ديك الطريقه اللي كيديروها انا جداتي هي اللي كتعرف لها ديال انها تنسف، كيقولوا لها كينسفوا باش كيبقاو هكا في واحد البلاطو كيبقاو يديروها كيهزوا كيديروا فيه هادي وكيبقاو هكا يهزوها بحال هكا كيهزوها شويه هكا وهنا كيتجمع ديك القشور وهنا كيبقى الحمص. الا كنتو كتعرفوا لها جربوها راه كيحيد كتحيد هاد القشور هادي دغيا دغيا كتعزلوها. ها هو الحمص بعد ما كملتو، يمكن لكم تحتفظوا بها هكا في المجمد ولا انكم تستعملوا داك الساعات، يعني طريقه سهله. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش تصلكم كل جديد.